ومن بعده الرز بشعريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدم لكم النهارده الرز بشعريه بطريقه سهله وبسيطه. معانا كوبايتين ونص رز، كوبايه شعريه، معلقه ملح، هنعمل معلقتين سمنه من دي على تحمير الشعريه. يلا بينا نبدا. السمنه ممكن تزودي زيت لو انت حابه عشان برضو الشعريه ايه تتحمر معاكي بسهوله. مريت معانا نبدا ناخد ننزل بالرز. صفيه خالص. ريحه الشعريه وهي بتتحمر بصراحه كده ريحتها جميله، بيبقى احلى من الرز الابيض. الشعريه بتخلي الرز بصراحه جميل جدا وحاجه طعم وشكل. نبدا ننزل بالميه بعدد الرز والشعريه. هن ايه هننزل بالميه. بسم الله. 3 ملل ميه. طيب هنا واحده دي 2 3 ونص. ما نزودش ميه عشان الرز معانا يتحرق. نغطي عليه. بعد ما الرز اتشرب نبدا نوطي ونهد عليه النار كده. اتشرب يبقى على نار هاديه لحد ما يستوي، يبقى معانا مفلفل. ده الرز اللي بشعريه المفلفل، مش عاملاه اللي هو المستوي قوي. ده من احلى انواع الرز. طبعا اعمل معاكم جميع انواع الرز ان شاء الله، بس ما تنسوش تدعموني بقى بالاشتراك في القناه ولايك وشير. نمشي يا احمد. الملوخيه نحمر لها الثوم عشان الطشه بتاعتها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. دايما يا جماعه نكسب من لا حول ولا قوه الا بالله، لانها تمحي اي حاجه وحشه وبتحقق الانسان على المدى البعيد كل اللي بيتمناه. محدش ما يقولهاش، دايما حوقله، لان لا حول ولا قوه الا بالله فيها فوائد عظيمه. بسم الله. مش هتحط الكزبره الناشفه الا بعد ما تاخد فيه شويه. الله على الريحه. طب عشان انا عاملاه برضه هبوريكم انا بخزنه ازاي في فيديو جديد. يلا نحط الكزبره. بدأت تحمر معانا. انا بقى شكلها النهائي.
الحاجه الملوخيه. بسم الله ما شاء الله، ده في شكلها النهائي ولا مسقطه ولا اي حاجه. بستخدم النوع ده من الملوخيه جاهز جميل، احسن من ان احنا بنخلطها في البيت. وبالهنا والشفا وفي رعايه الله.